النهارده كمان يمكن الجو ما كانش مساعد فريق النادي الاهلي بشكل كبير كابتن هاني، وبعيدا يمكن عن كل ده الاهلي النهارده يعني اتيحت له فرص كتيره زي ما انت قلت كتيره جدا، استحوذ على الكوره بنسبه 75% تقريبا خلال المباراه في الشوطين، صوب 25 تسديده على المرمى، لكن كان في سوء توفيق غريب، كان في فرص سهله كتير ضاعت، يعني ضاعت منك. ده برضو لازم نستر موسيماني يقف عنده ويعالجه ويشوف ايه اسبابه. احنا النهارده يعني انا مش عارفه بصراحه احنا هنفضل نتكلم يعني ونعيد ونزيد، هنفضل ازاي مع لجنه الحكام نعاني لغايه امتى؟ انا مش فاهمه ده فعلا. وزي ما شفنا يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده بعد المباراه ما خلصت وتساؤلاته الكتير جدا للجنه الحكام والكابتن وجيه احمد تحديدا، هو ليه الاهلي بالذات كده؟ يعني عايزين نفهم ليه الاهلي دايما ما فيش حكام دوليين في مبارياته رغم احترامنا طبعا يعني الكامل، لكن الحكام النهارده لكل يعني النهارده الفريق بتاعك ده فريق بطل افريقيا وبطل الدوري 42 مره والفريق رقم واحد في بلدك، اعتقد انه يستحق انه يكون بيدير مبارياته حكام دوليين علشان الفرص الكتيره والكبيره دي ما تضيعش عليه. يعني النهارده هل يعقل انه الاهلي لعب 7 مباريات لحد النهارده حكموا بس حكمين دوليين في المباريات دي كلها؟ ليه؟ وليه ده ما يحصلش مع المنافسين لينا اللي كانت مبارياتهم تقريبا بحكام دوليين؟